عليكم أينما كنتم. رحلة الرياضية في كورة، أهلا بكم ضيوف حلقة هذا المساء، كل من الكابتن علي وهيل، وأيضا سيكون معي عبد الوهاب أبو الهيل نجوم الطلبة والمنتخب الوطني السابقين. والبداية من العناوين: المنتخب الوطني يواجه نظيره الإماراتي يوم الثلاثاء وديا تحت قيادة صافرة الحكم العماني أحمد الكاف. المدافع أحمد إبراهيم يخوض مباراته المئة مع المنتخب الوطني ضد عيال زايد. النجف يعود بفوز ثمين من أرض الكناري في مباراة مؤجلة ضمن الدور الممتاز. اللجنة الأمنية تنظم ورشة لعمل المنسقين الأمنيين لمباريات الدور الممتاز والدرجة الأولى. الجامعة يتعادل مع فريق الدفاع المدني سلبيا ضمن دور الدرجة الأولى. جماهير الطلبة الأنيق تتظاهر أمام وزارة الشباب والرياضة للمطالبة بإقالة الهيئة الإدارية للنادي ودرجال يعد بإنقاذ الأنيق. جماهير السفانة تطالب بإقالة إدارة نادي الميناء والمدرب الروماني تيتا من قيادة الفريق. بعد وعوده بعدم العودة للعمل الإداري، محمد الهاشمي يسحب استقالته من منصب نائب رئيس نادي الطلبة.